فكرة اللوحة كانت عفوية مع أصدقائي يعني ومع أهالي عرابة، إنه حركت وجدان كل الشعب الفلسطيني بشكل خاص وحركت العالم كله بشكل عام. الجانب الإنساني كثير أثر علي، إنه كلماتهم إنهم يعني عفوية بسيطة، طموحهم بسيط إنهم يشوفوا يعني أقل إشي، إنه يشوفوا أمه، يشوف أخوه، يشوف بعد 20 سنة. فكل أسير حكى كلمة أثرت بالطفل وبالشاب وبالختيار، وأثرت بأي إنسان عنده إحساس وأي إنسان عنده ضمير. فالكلماتهم يعني صار لها صدى واسع جدا بالعالم، لأنها كانت بسيطة وعفوية وصادقة أصلا. يعني أنا أخذت الأفكار من كلمات الأسرى بصراحة يعني، ولما جيت أنا الفكرة بسيطة أني أرسم أنا وأصحابي، وفكرة أصحابي كمان في مجموعة متطوعين من البلد عفويين بنتموش لأي فصيل ولا أي حزب، كانت عفويتنا أنه نعبر من خلال اللوحة.